مشاهدينا الأعزاء، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم تواصل دوت كوم. في هذا اليوم نتصفح وإياكم العديد من المنشورات والمقاطع التي تداولها عراقيون. أربعة ملفات قبل أن نناقشها، نذهب إلى العناوين. في البداية سنذهب إلى محافظة ذي قار، وهناك أهالي قضاء الإصلاح يتظاهرون أمام مجلسه البلدي احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية. بعد هذا نذهب وإياكم إلى البصرة، وهناك استمرار التظاهرات ضد الفساد الحكومي وتردي الواقع الخدمي في المحافظة بشكل عام. ثم نذهب وإياكم إلى تظاهرة أهالي المعتقلين في ساحة التحرير وسط بغداد، حيث طالبوا بإطلاق سراح أبنائهم وتفعيل وإقرار قانون العفو العام. أما الختام فسيكون من النجف، حيث مئات المحاضرين العاملين بالمجان يتظاهرون ويطالبون بالتعيين. أهلا بكم من جديد. البداية مع أهالي قضاء الإصلاح في محافظة ذي قار، وهم يتظاهرون أمام المجلس البلدي للقضاء ويحرقون الإطارات احتجاجا على تردي الخدمات في القضاء. ليس هذا كل ما يجمل الأحداث، فالمقطع القادم يحمل الجديد والإضافي أيضا. في المقطع المقبل نشاهد المتظاهرين وهم يحاولون اقتحام المجلس البلدي بقضاء الإصلاح احتجاجا على تردي الواقع الخدمي في القضاء، واستمروا في اعتصامهم وقطعهم للطريق الذي يربط المدينة بمبنى المجلس البلدي. نتابع وإياكم. نتجه وإياكم الآن من ذي قار إلى البصرة، وهناك تستمر التظاهرات ضد الفساد الحكومي وبسبب تردي الواقع الخدمي في عموم المحافظة. Come on.
في المقطع القادم أو المقبل نشاهد متظاهري البصرة وهم يهتفون ضد الأحزاب السياسية الحاكمة وضد أحزاب البصرة على وجه الخصوص. في المقطع القادم مشاهد قيس الخزعلي وفي حفل إحياء ثورة العشرين وهو يتهم التظاهرات بأنها تنفذ أجندات خارجية ويهدد بمنع عودة ما حدث في مظاهرات العام السابق. ولكن هناك فرق كبير بين حرية التعبير عن الرأي من أجل الضغط على القوى السياسية والحكومة من أجل أن تصحح وضعها، وبين انتهاك القانون، وبين الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة. الاعتداء على بيوت الناس، ترويع الناس، الاعتداء على المقرات، الاعتداء على أملاك الدولة، هذا أمر مرفوض مطلقا ونهائيا. حصل في العام الماضي لأسباب أن هناك جهات وسفارات معينة كانت تدفع باتجاهها، مضافا إلى حسابات سياسية، لأن في ذاك الوقت كان هناك وقت تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر، وما دفعنا من ثمن على مود موضوع تشكيل الكتلة الأكبر اللي لحد الآن لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم، خصوصا بعد انهيار بعض التحالفات. وحصل بسبب ضعف الأداء الحكومي في ذاك الوقت، لكن هذا الموضوع غير قابل أن يتكرر مرة أخرى. إلى موضوع آخر، خرج عدد من أهل المعتقلين بتظاهرة في ساحة التحرير وسط بغداد وطلبوا فيها بإطلاق سراح أبنائهم وإقرار قانون العفو العام، وأكد الأهالي أن أبنائهم زجوا في السجون بتهم كيدية وباعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب أو بوشاية من مخبر سري. وتؤكد العديد من التقارير المحلية والدولية وجود عشرات الآلاف من المعتقلين العراقيين في سجون سيئة للغاية، حيث يتعرضوا للتعذيب والمعاملة اللا إنسانية وسط افتقار المنظومة القضائية للشفافية والعدالة. Thank you.
يتوجب علينا هنا التنويه بأن المقطع الذي شاهدتموه وبقية المقاطع المتعلقة بموضوع تظاهرة أهالي المعتقلين وصلتنا من خلال تواصلكم معنا عبر نافذة أنت ترى، ومن هنا نحثكم على الاستمرار برفع المقاطع التي تصورونها والتي تحاكي مشاكلكم وواقعكم، ونعدكم بنشرها في قادم الحلقات بكل موضوعية ومسؤولية ومهنية. الآن ومن هذه الفيديوهات أيضا التي وصلتنا عبر نافذة أنت ترى، ولا نزال في موضوع أهالي المعتقلين، نشاهد هذا المقطع لمواطنين يؤكدون أن أبناءهم أبرياء وعلى الحكومة إطلاق سراحهم وإقرار العفو العام. أصوات مواطنين مكلومين مجروحين مهمومين على أبنائهم، هذا أبرز ما وصفه نشطاء عبر منشوراتهم في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي لهذه الفيديوهات التي تشاهدونها الآن. الآن نتابع وإياكم امرأة شاركت في هذه التظاهرات وهي تؤكد أن ابنها اعتقل ظلما بسبب وشاية كاذبة، وهو الآن بحسب هذه الأم الموجوعة، هو الآن أي ابنها يقبع بالسجن بريئا. بأن يقوم بتعديل قانون العفو العام، بأن ينظروا بمظلومية المظلومين. ترى السجون أغلبيتها أبرياء راحوا ضحية المخبر السري والضابط المرتشي، وراحوا نتيجة شهود الزور الموجودة والحالية، وأنا ضحية من ضحايا شهود الزور اللي إجوا حلفوا بالقرآن. فراح ولد شاب مهندس بالنقب من الخريجين العشرة الأوائل، راح بتهمة قتل بدون ذنب، ذنب الوحيد وحتى حكم القاضي كان على شهادة الشهود. نطالب منعكم النظر بأمرنا. تيتمت أطفال وأباها أحياء، تيتموا أمهات قلوبها راحت، ما حصدت بس الأمراض والويلات. انظروا بموضوعنا أيها الغيار. من هذه التظاهرات التي تطالب بإقرار قانون العفو العام والتي أمتها جموع من المواطنين في ساحة التحرير ببغداد، من هذه إلى تظاهرات أخرى مختلفة، نذهب وإياكم الآن إلى النجف ونشاهد جانبا من تظاهرة المحاضرين الذين يعملون بالمجان في النجف رغم حرارة الشمس المرتفعة، إلا أنهم لا يزالون في أماكنهم وفي ساحات تجمعهم. وجاءت هذه التظاهرات بحسب نشطاء للتعبير عن مظلومية المحاضرين الذين يعملون بالمجان وكيف أن حقوقهم تبخس. وخلال هذه التظاهرات فوجئوا بتعامل قاس من قوات الشغب، رغم أن هتافات المشاركين في التظاهرة كانت سلمية، إلا أن القوات الحكومية اعتدت عليهم. Thank you.
البصرة تنتفض ضد الفساد، هذا هو الوسم الإلكتروني أو الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة. نقرأ عليكم أبرز 4 تغريدات ذيلت بهذا الوسم الإلكتروني تباعا. نقرأ والبداية مع حنان العيداني التي تقول: البصرة هي مفتاح التغيير في العراق، الله يحفظ البصرة وأهل البصرة. إلى تغريدة ثانية بعد حنان، نذهب إلى تغريدة من يسمي أو تسمي نفسها كنت هنا: ليس بغريب لأن العراق أصبح تحت سيطرة نظام الملالي. الآن إلى تغريدة ثالثة، إلى رنا التي كتبت: من حق كل مواطن في البصرة التظاهر بسبب تردي الخدمات، يعني تتوقعون مستشفى بدون كهرباء ليلا؟ لا والله. إلى التغريدة الأخيرة نذهب إياكم، كرار عطية يكتب: البصرة تنتفض ضد الفساد، ما يحدث اليوم في العراق من فساد ودمار هو سبب الأحزاب الإيرانية التي جعلت من العراق منصة شر وإرهاب من أجل الضرر في الشعب العراقي. كانت هذه أبرز آراء العراقيين فيما يتعلق بأحداث البصرة وتدخلات النظام الإيراني في عموم العراق. بعد قليل نذهب وإياكم إلى القضية التي اخترناها لكم في فقرة آراءكم. عن مجلس القضاء في تكريت فقرة آراءكم لهذا اليوم، نشاهد الآن وإياكم هذه الصور. طبعا الفقرة التي اخترناها لكم في آراءكم مخصصة عن العلم في العراق، وكيف أن مجلس القضاء قدم العلم بألوان معكوسة على غير ما اعتاد عليه العراقيون. الصور هذه لاقت مساحة سخرية هائلة على مواقع التواصل الاجتماعي، والعجيب في الأمر أن مجلس القضاء في تكريت وبعدما وجد من السخرية في مواقع التواصل ما وجد قام بما ظنه تعديلاً للخطأ، لكن النشطاء أكدوا أن النسخة الأخرى المعدلة من العلم التي ظن مجلس قضاء تكريت أنه صححها هي أيضاً خاطئة. تعالوا نقرأ عليكم أبرز المنشورات التي كتبها عراقيون تعليقاً على هذا الموضوع. نذهب الآن لقراءة المنشورات تباعاً، البداية مع مروان الذي كتب: هاي منجزات مجلس القضاء الأعلى، لأن القضاء حيل عادل ونزيه. متهكماً يتكلم. الآن إلى تعليق جديد وكتبه فيصل يقول: عندكم مصممين معماريين بالجملة، شنو هاي الواجهة السخيفة؟ هم إذا بالواسطة وبدون فلوس هم يشتغل لك واجهة أحلى من هاي، عفية حكومة ما تصير لها كل جارة. بعد فيصل نذهب الآن إلى علي الذي كتب: القضاء قادر على المواطن الفقير بس ما يقدر يسوي جدارية بشكل صحيح. بعد علي نقرأ تغريدة كتبها محمد يقول فيها: وهذا هم يعتبر إنجاز، بعد 2003 العراق صار بلد العجائب مع الأسف. الآن إلى المنشورة الخامس وكتبه بشير يقول: خلصت التصاميم والألوان يعني، عفية حكومة بكل شيء ما عدها ذوق. بعد بشير الختام مع هذا التعليق أو المنشور لإبراهيم يقول فيه: أكيد هاي أحد تصاميم الزعيم أبو مازن. مشاهدينا بهذا نكون قد انتهينا من فقرة آراءكم، والآن ننتقل وإياكم إلى الفيديوهات المنوعة. تمر علينا هذه الأيام طبعاً ذكرى 99 لثورة 20. هل تخيلتم يوماً شكل ومضمون الهزيج؟ الأهزيج التي كان يرددها الثوار في تلك الحقبة التاريخية المهمة من عمر العراق. نتابع الآن وإياكم أهزيج ثورة 20 العراقية. Thank you.
الآن إلى مقطع مسرب، قيل إنه اعتداء على عمال ومهندسين عرب يعملون في إحدى الشركات النفطية في كازاخستان. نتمنى أن نعرض أحياناً في ختام مثل هذه الحلقات ما يدعو على الأمل، ولكن للأسف هكذا هو العالم الذي نعيش فيه، يعج بالصعاب. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم اليومي تواصل.com. لاحقاً نلتقيكم وأنتم تتمتعون بوفور الصحة وتمام العافية. إلى اللقاء.